ايش بتلاحظوا هلا الاول شيء على الهاي انه حطينا ركزنا الاشياء حطيناها في بلوكس اوكي هاي البلوكس ممتازه فكره ممتازه لانه صار عندي كل السيستم بركز عليه انا كبلوك اذا بدي ادرسه بدرسه بتفصيل اكثر بتحب تعمل ماسك زي ما احنا عمل زي ما شفنا ماسك بامكانك تعمل ماسك وتحط له بارامترز بتذكرين الماسك بصير الانيشال فاليوز موجودين في الماسك مخبئين في الماسك وبعدين بدك تطلع بيهايند ذا ماسك هلا انا هون ماخذ الاوتبوت انا هون طبعا مش عامل فيدباك لا مش ماخذ الديريفاتيف هلا كقاعده عامه بالفازي راح تشوفوا معظم السيستمز تاخذ الايرور ويا ديريفاتيف اوف ذا ايرور او ديريفاتيف اوف ذا اوتبوت فبشكل عام الستراكشر تبع فازي كنترولر راح يكون عندنا بلانت هلا راح ناخذ هذا الاوتبوت تبع البلانت اللي هو واي اوف تي راح اخذ الاوتبوت وراح نطلع الايرور هذا احسن من انك تخبي الديزايرد فاليو في داخل الفازي لوجيك ما تعمل هيك راح تشوف باحيان معينه بحطوا الرولز نفسها تفترض انه احنا عارفين شو الديزايرد فاليو ايش مشكلته هذا اذا عملنا هيك اذا خبينا هذول بالرولز اذا بدي اغير الانبوت مش راح بدي ارجع اغير الرولز فالاحسن احنا بندخل الايرور فهون عندي هي صار هذا الايرور في الديزايرد فاليو هاي عندي الكنترولر هلا كمان بشكل عام كقاعده عامه بناخذ وهي اذا كانها فازي كنترولر بدنا ندخلها تو انبوتس راح نحط ملتيبلكسر هون هذا صار الايرور الايرور في البروسيس اللي عم نتحكم فيه في الفاريبل اللي عم نتحكم فيه لكن كمان عندي ممكن اخذ ناخذ الدريفاتيف اللي هو دي يو على دي تي هلا يا اما باخذ الديريفاتيف اوف ذا اوتبوت او اذا كان الانبوت كونستانت بقدر اخذ الديريفاتيف اوف ذا ايرور راح يكون نفس الشيء مضبوط لانه لاحظ انت اذا كان اذا اي اوف اس بيساوي خلينا نسمي هذا نعتبره يو اوف اس بيساوي يو اوف اس ماينس واي اوف اس يعني اللي هو الانبوت الديزايرد فاليو ماينس الاوتبوت فاليو اذا الانبوت كونستانت راح يصير عندي الايرور بيساوي الديريفاتيف تبع الديريفاتيف تبع الايرور بيساوي الديريفاتيف تبع الاوتبوت بس اذا هذا مش كونستانت هذا مضبوط هلا اذا عاده الاحسن اني اخذ هذا الشكل العام هلا صف الرولز هون على ايش بدها تشتغل اذا كانه هذا فازي كنترولر راح تشتغل على اي بارامترز تاخذ الايرور والديريفاتيف اوف ذا اوتبوت عاده هيك الرولز فصار عندي تو فاريبلز فبقدر اعمل سيرفس فيور اه لانه السيرفس فيور بقدر اعمل له بلوتنج اذا كان عندي تو انبوتس بالحاله هاي عندي تو انبوتس عندي الايرور هلا الديريفاتيف اوف ذا ايرور بيساعدني احط دي متذكرين البي اي دي تمام عشان اطلع على زي ما عملنا في التانك والفالف مش كنا صرنا نطلع على الديريفاتيف اوف ذا اوتبوت وعلى اساسه نقرر شو نعمل عملنا رولز اضافيتين اثنين هاي حسنت لي البرفورمانس واخذت بعين الاعتبار الدي هلا عندنا هون اذا طلعنا اول شيء خلينا نطلع على الغرفه هلا هون نفس الشيء هذا الموديل مش مبني على مش مبني على ديريفاتيف على ديفرنشال ايكويشن هذا مبني على رولز اساسيه او افكار اساسيه احنا فاهمينها عن الغرفه الغرفه راح يكون فيها تو بارامترز مهمين طبعا انا هون بسطت كثير الهاي اللي بده يعمل موديلنج لغرفه بشكل صحيح بده ياخذ اشياء كثير بعين الاعتبار بس انا بسطت الغرفه اعتبرتها انه هي هيت كاباسيتر ايش يعني هيت كاباسيتر يعني بحط فيها حرارة وإذا حطيت فيها حرارة إذا حطيت فيها حرارة بالجولز إيش بصير فيها؟ ترتفع درجة حرارتها مش أي جسم بحط فيه جولز إيش بصير في حرارته؟ ترتفع مش هيك؟ باخذ منه جولز بتنزل حرارته واللي بيحدد قديش سرعة الارتفاع والانخفاض إيش هو؟ سبيسيفيك هيت أو سبيسيفيك هيت كاباسيتي للمادة حسب هاي الغرفة فأنا ماخذ هون الغرفة معتبر إنه هاي الغرفة معتبرها إنها 600 لكل الغرفة مش لل يعني انا ماخذ ضارب ماخذ فمعتبر انه هاي الغرفه كل ما احط فيها 600 جول بترتفع درجه حرارتها درجه مئويه واحده او درجه واحده كلفن اوكي هاي هلا هاي صحيحه ولا مش صحيحه ما بعرفش انا ضبطت الارقام بحيث يطلع معي شيء كويس هلا بده يشتغل مزبوط بده يجي على الغرفه ويدرس تفاصيلها كلها وبتروح على كورس ثيرمال او هيت ترانسفير تدرس مزبوط وتطلع الغرفه هاي بتقول انه فعلا السبيسيفيك هيت الها هلا بعدين في عندنا شيء ثاني كمان هلا راح يصير في خساره من الحراره من الغرفه للخارج مزبوط وهاي الخسارة بتعتمد على اشيين
تعتمد على الجريدينت الهيت ما بينها والغرفه وخارجها مزبوط مش كل ما كانت الدنيا برد برا اكثر راح يصير في خساره اسرع او كل ما كانت درجه حراره الغرفه اعلى بالنسبه للخارج بصير في حراره اسرع المهم مش الابسولوت تمبرشر للغرفه ولا الابسولوت تمبرشر لبرا المهم الديفرنس بينهم فكل ما زاد الفرق دلتا تي ما بين درجه حراره الغرفه ودرجه حراره الجو في الخارج راح يصير في عندي فولتج اكثر اذا بدك تفكر فيه كانه فولتج عماله بيدفش اكثر وبيحاول يدفش اكثر بس بحاول يدفش ثرو ايش ثرو ريزيستنس كل ما عزلتها اكثر حتى لو كان فرق في درجه الحراره كل ما عزلت الغرفه بشكل احسن شو راح يصير راح يصير اصعب انها تخسر حراره هلا الثيرمال ريزيستنس كمان نفس الشيء بدك تيجي تدرس الحيطان هاي اللي موجوده وطبيعتها والسماكه تبعتها والماده اللي هي مصنوعه منها مش هيك وعدد الشبابيك اللي موجوده وكل شباك والثيكنس تبعته والهاي كل التفاصيل انا هون اخذت رقم بسيط ببساطه اعتبرت الغرفه كلها لها ثيرمال ريزيستنس مقدارها 0.03 فاللي راح يصير الان كل ما زادت الفرق بدرجه الحراره عم بيطلع معي هون دلتا تي فهاي النقطه بتمثل دلتا تي ما بين واذا اخذت دلتا تي على 0.03 راح يعطيني هون باور ان واتس او يمكن احسن نحط الواتس على شكل فكأني ايش عمالي بقول؟ انا عم بخسر كذا جول بير سكند اوكي؟ والخساره هاي طبعا راح اطرحها زي التنك على فكره نفس فكره التنك الى حد كبير مزبوط؟ بس هناك كانت مي وهون ايش؟ هيت بالجول مزبوط؟ يعني في فلو عندي في عندي فلو للجولز الى داخل الغرفه بس عم بخسر كميه فالنت اللي بدخل علي قديش؟ وحاصل طرح التنين عم بدخل انا حراره الحراره وين بتيجي؟ من الهيتر بس بخسر انا جزء عماله بتطلع فالنت اللي بضل عندي هو راح يرفع درجه الحراره بس انا هون بكامله ليش بكامله؟ الحراره اللي كانت موجوده في الغرفه ما راح تروح راح موجوده اذا حطيت زياده راح ترتفع accumulation تمام فهاي بتمثل فكره انه انا كل ما ضفت حراره اكثر للغرفه راح ترفع درجه وكل ما ضفت حتى نكون دقيقين كل ما ضفت طاقه حراريه جول للغرفه راح ترفع درجه حرارتها بس طبعا هاي مع هاي هدول لازم تكون التنتين مع بعض رح يمثلوا الارتفاع في درجه الحراره هون فيش عندي على فكره ساتوريشن مش زي التانك ممكن درجه الغرفه تضلها تزيد ممكن تضلها تزيد توصل خليها توصل 100 خليها توصل 200 300 اذا ممكن ما فيش شيء بيمنعني بس التانك كان في شيء فيزيكلي بيمنعني ايش الارتفاع بعد هيك رح تصير تنكب المي منه فكان في هناك ساتوريشن هون ما في عندي ما حطيت ساتوريشن هلا هدول ايش بيمثلوا هذا الشكل هذا الشكل انبوتس واوتبوتس من السيستم من السب سيستم وانا سميتهم هون ما خليتهم واحد واثنين فسميتها حطيتها هيت فلو فلما تسكر الان البلوك راح يبين معك هدول التنين اللي موجودين هون هلا كان الاحسن ايش اعمل انا كان في شيء ارتب من هون ممكن اعمله لازم اعمله هاي لازم تكون برا الاكسترنال تمبرشر تكون برا مش مبينه انا وخبيها في البلوك الاصح كان احطها كانبوت وتبين انه دخل لي درجه حراره مبنى كنت تيجي من شيء ثاني بكون كيف في موديل ثاني مثلا للمناخ او موديل ثاني مثلا ممكن يكون في تيبلز جداول انت عامل جداول قديش درجه الحراره بتتغير خلال يومين في هاي المنطقه مثلا فهذا ببعث لي اياها ليش اخبيها جوا بخليها برا واضحه فاذا حد عنده الجدول هذا وبده يدخله بيقدر يدخله على السيستم اذا هذا بالنسبه له وانا هون سميت هاي حطيتها اعطيتها اسم بتساعدني بالفهم سميتها هيت فلو اوت وهذا هيت فلو ان وهذا النت هيت فلو ان اذا هذا البلوك بنسكره هي هذا اللي هو صار عندي موجود هون طبعا زي ما حكيت الاحسن كاني ادخل انا الامبيانت تمبرتشر او الاكسترنال تمبرتشر ادخلها من برا لاني حاططها انا هلا كونستنت مخبيه مش مبينه لو انت بتفتش عليها ما راح تشوفها هلا عندنا الهيتر هلا الهيتر انا الطريقه اللي عملتها بالهيتر هون خليتها بروبورشنال هيتر احنا ما في عندنا الهيترز اللي احنا بنشوفهم مش فيها شويه بروبورشناليتي من اي ناحيه مش بتشوفوا الهيتر مرات عليها سيتنج واحد واثنين هذه في شويه بروبورشنال بس هاي مش احنا بدنا بروبورشنال هيتر مضبوطه ولو كانت بروبورشنال هيتر مضبوطه على فكره اللي اخذ منهم باور الكترونكس راح تكون مثلا اذا كانها سنجل فيز راح يجي عندي الاي سي سبلاي راح يكون عندي هون زي ترايك او تو اس سي ارز اذا بتعملها بروبورشنال هيتر مضبوطه هاي الريزيستنس تبع الهيتر اوكي الكل متذكر هاي فهون بتحكم بالفايرنج انجل او بحط ترايك اذا عندي ترايك اذا ترايك بكفي او بحط تو اس سي ارز بتغيير الفايرنج انجل هاي بقدر اغير الهيتر فراح يكون في عندي انا هون كنترولر والكنترولر انا بدخلها السيتنج اللي بدي اياها والسيتنج بعدين بتعطيني فايرنج انجل هون وفايرنج انجل هون بس انا غيرت شغله كمان بالهيتر هون ما خليتها اني ادخلها درجه الحراره انا نفس الشيء زي الفالف بزيدها شوي او بنقصها شوي
بزيد السيتنج تبعتها، فهون بعمل انكريس السيتنج او ديكريس السيتنج زي ما عملنا بالفار. هذا على فكره بعطيني اي نوع من الاي، اه لانه فيش عندي اي بالكنترولر. واذا بدي اتخلص من ستيدي ستيت ايرور جيد يكون الكنترول تبع الهيتر بهذا الشكل، انه ما بعطيه، انا بقول له اعطيني نص السيتنج او ربع السيتنج، بقول له زيد السيتنج عن الوضع تبعها الحالي شوي او نقصها شوي عن الوضع الحالي السابق. هلا نفس الشيء عندنا، في عندنا الهيتر، الهيتر بتقدر تعطيني كميه معينه اللي هي 200، بتحب تدخلها من برا بامكانك، بس هاي يمكن منطقا جيد انها تكون في الداخل لانها لها علاقه بالهيتر. اه ال 200 هاي ال 2000 اللي موجوده هون، هاي اللي هي لو شغلت الهيتر على الاخر بتقدر تعطيني 2000 واط الماكسيمم سيتنج، الماكسيمم سيتنج تبعت الهيتر. بس انا ما باخذ الماكسيمم سيتنج، باخذ حسب قديش. هون في عندنا انتجريتر مع ساتوريشن، طبعا هي الهيتر اذا وصلتها ماكسيمم ما راح تزيد على الماكسيمم مزبوط، واذا نزلت مينيمم ما راح تنزل على المينيمم. ففي هون ساتوريشن، لازم يكون عندي ساتوريشن، والسيتنج تبعتها للزياده والانكريس راح تيجي من برا. هذا البلوك اسمه ليميتد انتجريتر، موجود في الماتلاب، اسمه ليميتد انتجريتر. ليميتد هو انتجريتر بس محطوط عليه ليميتس، فانت فعلا لما انت تحرك الهاي وتضيفها مش توصل حد معين خلاص بيقدرش يزيد اكثر من هيك، ولما تنزل نفس الشيء. صار عندنا هذا، هي الهيتر جاهزه، وعندي هون، وهي البرودكت. هون البرودكت احنا اذا حطيناه على نص وضربته في 2000 شو بعطيني؟ 1000 واط. اذا حطيته على ربع وضربته في 2000 بعطيني 500 وهكذا. ما فيش تبريد، ما عندنا تبريد. هلا انت ممكن تعمل موديل مثلا متطور اكثر من هيك، يصير في عندك هيتر وكولر، ويصير في تو بلوكس، والهيتر يعطيني بوزيتيف انرجي والكولر يعطيني نيجاتيف اذا كانه اير كونديشنر مثلا، او الاير كونديشنر نفسه عماله بيتحرك بين تو مودز. ويمكن تجيب كنترول احسن، لانه لما نطفي هون، لما نطفي السيستم بده ياخذ وقت حتى يبرد. التبريد تبع هاي الغرفه كيف راح يصير؟ بخساره الحراره، بس بدك الديكي تبع الحراره، فاذا انا عازله كويس راح يقعد فتره طويله حتى يبرد. اذا انا بدي ابرده بشكل اسرع بده يصير في عندي تو كنترول. تذكر الهيتر، الهيتر كانت كول، الهيتر هاي ما بقدر تبرد. شو ضل عندنا اخر شيء؟ هي هون الفازي لوجيك كنترول. احنا مش مدخلين غير 1 فيريبل هون، بس احنا بالحالات العامه زي ما حكينا بالموديل العام لازم ندخل الديريفيتيف اوف ذا اوتبوت كمان. فاذا طلعت من هون، هلا عندي هاي الاف اي اس، لازم اكون هاي وين تكون حتى يقدر يشتغل السيستم؟ لازم تكون في الورك سبيس، اذا كانها مش في الورك سبيس ما راح يشتغل. ما بكفي تكون بفايل، لازم اعملها امبورت من الفايل احطها في الورك سبيس، اسمها روم هيتر 1. فخلينا نفتح روم هيتر 1. هون راح نضطر نروح على الكوماند ويندو. هي فتح الاف اي اس اديتر، وانا هلا راح اعمل امبورت فروم فايل. راح اجيب الرولز، هي روم هيتر 1 اظن سميتها، او خليني اخذها من المكان الصحيح احسن تبعها. هاي هروم هيتر 1، هذا الموديل اللي انا خزنته. هلا هون اذا بنطلع عندي هاي سميتها روم تمبرتشر، بس هي فعليا الايرور. اوكي متذكرين؟ وعندي الاوتبوت هي الهيتر سيتنج، بس هي الهيتر سيتنج اللي هي انكريس او ديكريس. هلا راح تشوفوها في الرولز. عندنا هدول بدك تتذكر هدول تحطهم، اللي هي البرودكت والبروبابيلتي اور والماكس الاجريجيشن ماركس، وهذه سي هي السنترويد. واذا طلعت الان هون المفروض اني اشوف الرولز، هي عندي ثلاث رولز بس انا حاطط. قديش قوه كل رول؟ هلا واحد. هلا اذا احنا ما دخلناش في تفاصيل اكثر، بس ممكن في احيان معينه انت تحط رول وتحس انه بدك تاخذ بس نصها، بتضعف الرول، الاوتبوت تبع الرول بضعف بمقدار. بدك تلغي الرول بس بدكش تشيلها، بدك تحط عليها زيرو. الرولز الثلاثه بيقولوا اذا التمبرتشر هوت then heater setting reduce fast، زي ما كنا نعمل بالفالف، راح reduce fast لانه في عندي integrator، وعندي هون increase fast، وبعدين عندي هون no change. مش حاطط انا، مش مستعمل انا كلمه none، تذكروا لانه هون في عندي none، بلاش اتلخبط بينهم. هي عندنا الرولز موجود، الثلاث رولز. عندنا الممبرشيب، انا هون مستخدم جاوسيان، كانت تستخدم بالامتحان، ممكن اطلب منك triangular او trapezoidal او جاوسيان. وعندنا هدول هي comfortable وhot وcold. ولاحظوا هون الرينج عندنا ماخذينه احنا من 10، فاحنا مفترضين ممكن يكون الايرور عندي 10 زائد 10 وناقص 10، ولذلك انا حاولت ايش الصبح حطيت ايرور ضخم ما اشتغل السيستم، لانه وجد انه الايرور لما وصل 200 هو برا الممبرشيب هاي. ماشي واضح فاهمين؟ لو اعطيتها رقم انا خيالي، اعطيت الهيتر رقم 250 وهي درجه حرارتها مثلا 10، صار الايرور 240. لما اجى يفتش على 240 هون هو برا الممبرشيب فانكشن. فإذا أنا متوقع ايرورز كبيرة جدا شو لازم أعمل؟
بدي اعيد تظبيط الممبر شيب فانكشن هون. احنا هون متوقعين الايرور يكون بهذا الرينج من حوالي زائد 10 لناقص 10. اذا انت خايف هذا ما يكون كافي اعمله من زائد 20 لناقص 20. ممكن يكون ناقص 20، يعني ممكن تكون انت بدك درجه حراره 20 ودرجه حراره تكون صفر. هي عندنا هون ممبر شيب فانكشن، وبعدين نطلع على هي هون محطوطه أربعة، متذكرين الأربعة والناقص عشرة إيش؟ واحدة من ستاندرد ديفيشن، واحدة الأفرج تبع الجاوسيان، وآخر شيء عندنا الأوتبوت. الأوتبوت هون بالحالة هاي ليش مش عم بروح؟ أوكي هي هون عندي هون ريديوس فاست نو تشينج. هلا أنا ما جربت أخليهم أدمجهم، أنا هاي زي ما هي موجودة هون it doesn't make much sense، بس هلا إمكانك تجرب. شو يعني؟ شايفين هذول كيف في discontinuity هون discontinuity هون؟ هلا بامكانك تجرب تعملها زي هيك مثلا، او تعملها ترابيزويد، بامكانك تغير وتشوف ايش بيطلع معك. نعمل run بس للسيستم هذا. اذا هلا بدنا بس قبل ما اعمل run ايش لازم اعمل؟ export to workspace اسمه room heater 1. هلا قبل ما نشغل خلينا نتاكد انه موجود في الworkspace. هاي room heater 1 اوكي. هلا هذا جاهز، مفروض نقدر نعمل رن. انا طلب درجه حراره 18. شفتوا كيف عمل اوسيليشن؟ هلا هذا الحلو بالاف اي اس انه انا بامكاني اجرب، لو بدي انا اسال لفاليو معين ايش بيطلع معي الاوتبوت بامكاني اجرب من هون. يعني لو انت بدك، لو جيت قلت لك مثلا طب لو كانت درجه حراره، انا هون طالب 18، لو الايرور كان ناقص 5، هاي ناقص 5 شو بصير؟ هاي اعطاني عمل فايرنج للرولز. يعني هون عماله هو بيطلع بيعمل فايرنج للرولز حسب الانبوت اللي صار، بشغل الاوتبوت وطلع عندي اوتبوت. وهون عم بعمل الماكس، متذكرين الماكس؟ اخذ هاي وجمعلها هاي فنزلوا التنتين من هون، بعدين طلع السنترويد تبعهم وحولوا لكريسب اوتبوت. والكريسب اوتبوت صاروا الاوتبوت اللي بده يروح على الهيتر. ونفس الشيء لو اخذته مثلا هون، فرضا نفس الشيء عم بعطيني الفايرنج عم بيصير. اوكي عم بضعف الهاي وبطلع السنترويد، الخط السميك هذا هو السنترويد اللي طلع معه عشان يعمل ديفازيفيكيشن. نعمل رن مره ثانيه. هلا لاحظوا كمان اذا استعملت فازي لوجيك كنترولر وذ رول فيور بامكانك بايدك تعمل الممبرشيب فانكشنز، بامكانك تحركهم بدون ما تحط ارقام، بامكانك تعملهم دراج. طلع الان على الاوتبوت ايش بتلاحظوا؟ السيستم هو سكند اوردر سيستم. اوكي، مع انه في نان لينيرتيز بتطلعوا عليه، يعني في نان لينيرتيز في بعض هذا، بس بشكل عام عماله بيعطيني سكند اوردر سيستم هون. احنا ما عملنا ديفرنشال ايكويشن ولا عملنا اي شيء، عملنا الموديل للسيستم بس من from first principles. هلا لو بدنا نحسن الاداء تبع السيستم شو بدنا نعمل؟ واضح انه عندي هون اوفر شوت، قديش تقريبا قيمه الاوفر شوت كنسبه؟ احنا الفاليو اللي بدنا نوصل له هون 18، خلينا نشوف احنا وصلنا ل 18 هل اختفى ستيدي ستيت ايرور؟ تقريبا عم بروح على 18، انا لازم امشي لفتره اطول حتى اقدر اشوفها بشكل واضح. فتقريبا ستيدي ستيت ايرور فيش مشكله. مين اللي غالي ستيدي ستيت ايرور فعليا؟ الانتجريتر اللي موجود في الهيتر، الاي. هو اعطاني اي، بس اعطاني اي من عن طريق الكنترولر، بس انا فيش عندي دي. الكل فاهم شو الدي والاي؟ بالبي اي دي كنترولر. اذا حتى اقدر احسن من الاوفر شوت بدي اضيف كمان تو رولز، وايش لازم اجيب؟ لازم ارجع الديريفيتيف تبع الاوت.